ومعاشر الحضور كلكم، أخبركم أن الآن في هذه الساعة، الآن وأنا أتكلم، الملائكة يحضرون معكم ويستمعون هذا الذكر. فإن لم يكن في هذه الجلسة إلا هذا لكفانا عند الله عز وجل. الملائكة، تعرف اسمهم الملائكة هذو؟ سياحون في الأرض. ما هي مهمتهم؟ يلتمسون مجالس الذكر. الملائكة، قلوا الملائكة، قلوا كش مجلس. بعض الملائكة يلقوا مجلس كهذا، يقولوا هلموا إلى حاجتكم، أرواحوا تعالوا، راه ثم مكان، هذا المكان يذكر فيه الله عز وجل، تعالوا هلموا إلى حاجتكم، وجدنا المكان. فيجلسون مع الذاكرين والذاكرات. ومن رحمة ربي الواسعة كما قال خويا الطاهر قبل قليل، لو كان دوك يجي جايز واحد، يجي جايز فيدخل في مجلسنا هذا، الملائكة يقولون لرب العزة إنهم يذكرونك يا رب العالمين، يمجدونك، يحمدونك، يشكرونك، كذا كذا كذا. فربنا جل جلاله يقول للملائكة أشهدكم أنني قد غفرت لهم. الملائكة يقولون يا ربنا فيهم فلان، هذا الذي مر بنا جايز وجلس، قالوا يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، أو ليس على مرتبتهم ومكانتهم في التقوى والإيمان، فلان ليس منهم. فيقول الله لهم وله غفرت. فلما تجلس أنت للصالحين وتجلس للأئمة والعلماء وطلبة العلم والأساتذة والأفاضل، وتسمع منهم كلام الله، وتسمع منهم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه هي النعمة العظيمة، يغفر الله لك. وإذا كان من غير مكانتهم ورتبتهم فالله يقول وله غفرت. وزدكم فائدة ثانية، نحن الآن نذكر الله في هذا المجلس، نحن أنتم على اختلاف أحوالنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس مراتب عند الله. على هذا الحال نحن نذكر الله في هذا المجلس، والله يذكرنا بأسمائنا في الملأ الأعلى في مجلس خير من هذا المجلس الذي نذكر الله فيه. ولهذا نصيحتي لكم جميعا، يعني كما راكم تسمعوا، ابحثوا عن مجالس الذكر، عن الحلقات، عن الدروس، اينما تسمعون فيه شيخ، فيه امام، فيه استاذ، فيه فقيه يعلم يدرس، على بركة الله نمشي ونسمع. ازيدكم، ابو هريرة يدخل الى السوق رضي الله عنه، بالمناسبة أبو هريرة من المكثرين في رواية الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل مرة للسوق، قال للتجار والناس الذين كانوا في السوق، قالوا من الناس؟ الناس يقتسمون ميراث رسول الله، وانتم ها هنا جالسون، قد ضيعتم خيرا كثيرا. قالوا وين هذا الميراث، ميراث الرسول، حتى نحصل ونأخذ جزء من هذا الميراث، وين؟ قال لهم في مسجد رسول الله. فجاء الناس إلى المسجد مسرعون ليأخذوا نصيبا من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. دخلوا، لقوا واحد يقرئ في القرآن، واحد في جلسة، واحد يعلم الحديث، واحد يعلم الفقه، يعني حلقات في المسجد. قالوا يا أبا هريرة وين ميراث الرسول الذي حدثتنا عنه؟ قال هذه الحلقات هي ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والقلوب التي في صدورنا تصاب بالصدى، تصدى بحال الحديد. ما الذي يجليها؟ ذكر الله، مجالس العلم، الحلقات هي التي تحيي هذه القلوب. ولهذا رب العالمين في القرآن سمى القرآن، سماه روحا،
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أنت لازمك روح، خاصة أنت أيها الإنسان، أنت عند ربي إنسان ليس بجسدك إنما بقلبك بالروح التي فيك. ولهذا ربي قال في القرآن الكريم إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنت بقلبك يا 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 خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح بما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها. أنت بالروح لا بالجسم إنسان، أقبل على الله. وبالمناسبة كل من أقبل على الله أولا الله لا يرده، وثانيا لا يخاف لأنه أقبل على الله. يا موسى أقبل ولا تخف، فهيا نقبل على الله. شيخ طار قبل قليل قال الموضوع لا يقتصر على المخدرات وأسبابها والوقوع والمخرج منها والعلاج، موضوع ذو شجون نتكلم منها هنا وهنا، وهذه هي الذكرى. الآن احنا بني الإنسان، احنا البشر كلنا، هذه عقيدتنا وليحفظها الكبير والصغير، كلنا كاع كيما رانا نقع في الخطأ ونقع في المخالفة ونقع في المعصية. ولو كان ينوض واحد هنا يقول أنا معصوم من المعصية نقول له قد خالفت الكتاب والسنة والطريقة السمحاء المثالية الجادة التي جاءنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل بني آدم لم يستثني واحد، قال كل بني آدم خطاء ومعرض للمعصية ويقع فيها، وخير الخطائين من؟ الذين يسارعون بماذا؟ بالتوبة إلى الله. أزيدكم حاجة، الحمد لله أن أبواب التوبة مفتوحة، وكل من قال يا رب قال الله له لبيك يا عبدي وسعديك، لأنه جاء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا ارتكبنا معصية، إذا وقعنا في مخالفة، هيا نشمر على سواعدنا ونتوب إلى الله مولانا الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا شبابنا أصلح الله حالنا وحالكم، هيا بنا إلى الله، هيا نعود إلى مولانا، هيا نتوب، هيا نترك المعاصي، هيا نفتح كتابا جديدا وعهدا جديدا مع الله سبحانه تبارك وتعالى. شوف كاين إنسان يدير معصية، كاين إنسان أكثر منه أسرف في المعاصي، يعني بالدرجة تاعنا يعني موسخ بالمعاصي، موسخ بها من راسه حتى لرجليه. ورغم ذلك تعرف قال له ربي هذا في القرآن الكريم، قال له قل يا عبادي، هاو ما حرموش من شرف العبودية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كاين ناس حنا عرفناهم كانوا في الحرام، كانوا في المعاصي، يرتكبون الموبقات، يفعلون الفواحش، ثم سمعوا كلمة، درسا، موعظة، جعل الله لهم سبب من الأسباب فتابوا فصاروا من خير خلق الله على وجه الأرض. وزيد الذي يتوب إلى الله الله يفرح بتوبته والله يحبه لأنه تاب إلى الله مولاه
وفي القرآن ربي يقول والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالقائم الآن على المعصية، على المخدرات، على الخمر، على الزنا، على المعاصي، المهم هكذا بالجملة، أقبل على الله، والله العظيم إذا أقبلت فإنه يقبلك ويتوب عليك. وأكثر من ذلك، أسمع أسمع، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذه ذنوب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب، تاب من الشرك ومن قتل النفس بغير حق ومن الزنا ومن الموبقات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا فضل كبير. هذا إنسان كان في الذنوب والمعاصي تاب، هذه السيئات، السيئات اللي دارها، الذنوب التي اقترفها بعد التوبة، ربي قال يبدل سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تنتظر؟ هيا قبل فوات الأوان. شيخ البارح كان عندك 18 سنة، أنت وليد زيرالدة هنا كان عندك 18 سنة، شيخ اليوم في عمرك 50 سنة. ولو كان جي نسقسيوك على العمر هذا، نسقسيوك عليه، ما تقدرش تخبرنا بالضبط كيفاش قضيته. تتذكر بعض الأيام بعض الأعوام، لكن 50 سنة تعطيها لنا مفصلة ما تقدرش زيد. والآن كل خطوة أنت قادم على الأجل المحتوم، على موتك وعلى نهايتك. والإنسان إذا مات، الآن أحياء، لكنه إذا مات فات الأوان، انتهى الأمر، وسيعود إلى الله، وهذه الحقيقة، سيعود إلى الله. وإذا ما عاد بماذا يقابل الله سبحانه وتعالى؟ أصحاب المعاصي، هذه رسالة إلى كل عاص، يالله قبل فوات الأوان، أرواح تعال وشوف أنت ما جيت لا عندي أنا ولا عند الأستاذ ولا عند هذا الإخوة الحاضرين معنا، أنت جئت إلى الله سبحانه، الذي نسيت من خلال المعاصي والذنوب أنه هو الذي خلقك، أوجدك من العدم، أنت ما كنت شيئا، والله العظيم أنت ما كنت شيئا. في القرآن هلت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أنت لم تكن شيئا، ثم أوجدك، ثم قال لك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا عجيب والله غير عجيب. كيف تسب الله؟ كيف تسب الدين؟ كيف لا تصلي؟ كيف تفعل الحرام؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. تعرف باللي هذا الجسد اللي راه فيك، هذا البصر، هذا الجوارح، هذا القلب، نبضات القلب أنت لا تملكها، ليست ملكا، أنت لا تملك شيئا. وجد نبيلك أنت شكون، شرقة ماء، شرقة أعمى في الحلقوم تموت، بعوضة تهولك بالليل فتحرم عليك النوم، تخرج مع السباع الضارية تروعك تخيفك، درصة وجعها، درصة توجع بالليل تبات هايم وانت تقول يا ربي، درصة وجع في درصة، تقول يا ربي. إذا شفاك هذا الذي كنت تناديه بالليل وتقول يا ربي، إذا شفاك سرعان ما تنسى،
وتولي أنت تسبه وتسب دينه وتسب الإسلام وتسب كذا وتفعل الحرام وتقترف المعاصي وتدير الموبقات وتفعل الأمور التي يعني هي خلاف شريعة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. اسأل اسأل، ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ ولهذا في شريعتنا أخبرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام بأن هذا الجسد الذي أعطاك الله إياه يسألك هذا الجسم، هذا الجسم فيما أبليته؟ فيما وقتك؟ في أي شيء استعملته؟ مالك من أين أتيت به؟ فيما أنفقته؟ جزائريين يقول له كي يسمع على واحد مات يقول له تهنى يا شيخ الله يهديك، من مات قامت قيامته، كيفاش تهنى؟ والله سيسأله ويحاسبه سبحانه لا إله إلا هو. وكل واحد فيكم راه قاعد عنده كتاب، والكتاب واش فيه؟ في حياة اللي عاشها، نحينا سن التكليف، نحينا نقولوا عاش من 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 من, من الولادة حتى ال 15 سنة، هذه ما نتكلموش عليها، من 15 ل 70 ل 80، هذيك 15 ل 80 مدونة مكتوبة مكتوبة بلحظة لحظة، بالليل بالنهار في الإقامة في السفر حيثما كنتم، والملائكة عليهم السلام يسجلون لنا ويسجلون علينا كراما كاتبين 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 يعلمون ما تفعلون. وراك واجد باش تقرأ هذا الكتاب، وبينك وبين الله هل أنت على استعداد الآن كي تقرأ هذا الكتاب في سورة الإسراء؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكتاب فيه كلش، فيه الطاعات والعبادات، ولا فيه الأمور الأخرى، فيه المخدرات، فيه الزنا، فيه الخمور، فيه الفسوق، فيه المجون، فيه التعدي، فيه الظلم، فيه الزور، فيه الكذب، فيه الخيانة، فيه الإسراف، فيه التبذير. هنا عبادات وهنا غير العبادات، هنا الطاعات وهنا السيئات والمعاصي. واقرأ كتابك وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وزيد، أين المفر؟ السلام عليكم، هذاك اللي جاك راه حبيبنا، نوصيك رد له دير له كذا. هذا في الدنيا الانترفونسيون ينترفوني عليه، قال حبيبنا، قال انا بعثته، ما كاش مشكله. لكن هذا في الدنيا، ليه؟ ليه عند ربي؟ كاين واحد يقول ربي هذا دير له، هذا ساوي له؟ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اليوم نختم على افواههم تكلمنا ايديهم تشهد ارجلهم. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. والله يمحينك غير راهي السنه فينا العجب العجاب. والله العلي العظيم لو تدرون ماذا ينتظرنا الصحابه. الصحابه قالوا من النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لهم لو تعلمون ما اعلم، لو كان تعرفوش راني نعرف واش شفت، لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا، تبكيوا تبكيوا بزاف وتضحكون قليلا، وما ما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله تبكون. قال لك غطى الصحابه رؤوسهم تسمع لهم الخنين من البكاء. لو تعلمون وش هي السنانه؟ يا ودي حياه اخرى، هذه الحياه الدنيا وانتهى امرها، وعاش خونا 80 ولا 90 ولا 70 وقال الله يرحمه والله يغفر له، ثم يدخل حياة أخرى، وهذه الحياة قبل القيامة، وهي الحياة البرزخية في قبورنا. الناس ينعمون في قبورهم، الناس يعذبون في قبورهم. هل أنت على استعداد؟ أحضرت الزاد لأنك مسافر، والسفر له لا بد له من زاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ماذا أعددت؟ ماذا أعددت؟ ماذا أحضرت؟
هذا سائل، هذا سائل يقول لسيدنا رسول الله، يقول له يا رسول الله القيامة وكتاش؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هذا السؤال كما كنا نقرأه احنا، هذا سؤال نظري، يحول النبي السائل من النظري إلى العملي، وإحنا أمته ماشي تاع المواقع. هذا أنا ما جبتوش معايا، إحنا ما ناش تاع المواقع، إحنا أمة واقع، إحنا نعيش ساعتنا. أنا عايش الآن، الآن قالنا ابن القيم قالنا الدنيا ثلاث ساعات، ساعة مضت خلاص ما تهضرش عليها، انتهى أمرها، وساعة حاضرة أهضر لي عليها الآن، رانا في الزيرالدا نهضر كلام الله والرسول الآن، وساعة قادمة الله أعلم بها، ما ناش عارف واش يكون فيها، أهضر لي الآن. فنحن أمة، أمة واقع، وما ناش أمة المواقع، لأن معظم المواقع كذابة خداعة، ولكن ها هو الواقع الآن، نقول قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه، هذا الذي ينفعنا، وهذا الذي نلقاه. وكي تموت وبلا تقول بعيد الشر، كي تموت خاش انت ستموت، إن لم تموت اليوم تموت غدا، كي تموت نديوك احنا المقبرة ومن بعد احنا يديونا، وهكذا دواليك كي نديوك احنا نحطوك نردموا عليك التراب ونوليه، ثم قامت قيامتك أنت بمفردك. خمم، خلي العاطفة، أرمي الدنيا وراء دارك وخمم في هذه الحقيقة التي لا مناص منها، حطيناك ردمناك في التراب، وهذه الليلة ما كان لا مطلع لا مخدة لا كليماتيزور لا كوفرتور لا كوات، ما كان والو، كاين التراب، وحنا نروحو ونخلوك. المخير، المخير يقف عند راسك كما جرت السنة، ويقول الله أخونا الآن يسأل، اللهم ثبته. هذا إذا لقيت هذا النوع، لأن احنا كي نروحوا الجنازة نروحوا المقبرة، احنا نجو نصلوا الجنازة، ناس يتقدموا ناس يتوخروا، اللي صليوا 200 واللي ما صلاوش 400، وحنا في المقبرة. وتعرفوا باللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، قال لهم زوروا القبور. علاه؟ شو نروحوا نديروا في المقبرة؟ الشعوذة، السحر، نكهنوا نقزنوا كما هو الحال، روحوا للمقابر. قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. روح شوف الدار التي ستأوي إليها وتذهب إليها، وكي نحطوك كي نحطوك ثم احنا نوليو، أولادك يوليو، أموالك يوليو، أحبابك يوليو، الناس الكل تولي. تركناك بمفردك بين يدي الله، بصح كاين حاجة تبقى معك تما، يبقى معك قرآنك وصلاتك وزكاتك وأعمالك وطاعاتك وبرك وإحسانك الذي سيشفع لك بعد حين في هذاك القبر، بعد حين، بعد حين سيشفع لك عملك الصالح. شيخ واحد لقيت في قبره، يجيه واحد، يجيه واحد النور يسطع في وجهه، واللي يكون في قبره يكون خايف، يقفلوا هكذا، يقفلوا هكذا شخص كله نور، وهذاك اللي راه خايف يقول له أبشر. المقبور هذاك الميت يقول له من أنت بشرك الله بالخير؟ بك واحد كيكون مهموم ويكون في زنزالة وفي سيلونة، هذا في الدنيا، ويجي واحد يقول له سي بون شوية هكذا تخرج قلبي يولي قد هاك، لأنه بشره بالفرج. العبد المؤمن هو في قبره، لتحت لتحت تحت، وواحد ما يسمع بحاله بينه وبين ربي يقول له أبشر، يقول له من أنت بشرك الله بالخير في هذه الساعة في هذه اللحظة في هذا البيت المظلم الموحش؟ يقول له أنا عملك الصالح. قالوا يجوا الملائكة، يجوا من عند راسه يحبوا يدخلوا لعذابه، يقول لهم طارق ما كاش أنا قرآنه، يجوا منا ما كاش أنا صلاته، يجوا منا أنا زكاته، من تحت أنا صيامه أنا حجه أنا بره أنا إحسانه، يلفوا يلفوا ما يقدروش يدخلوا ليه، محصن لا يستطيعون الوصول إليه. بماذا؟
بطاعة الله سبحانه وتعالى. كاين واحد تشوف الناس يقولوا كي يذكروا السرطان، الله يعافيني ويعافيكم، يعافي كل الخوا والمسلمين والمسلمات، وكاين واحد كلمة ما يدوش الشرع يقول لك هذاك المرض الخبيث، ما تقولوش هذه الكلمة، لا تسبوا الحمى والمرض لا يسب، هذا مرض أودعه الله لحكمة يعلمها عز وجل. الناس الآن كي يسمعوا السرطان ترتعد فرائصهم. أنا أذكر لك واحد الداء أكثر من السرطان، لأن السرطان نهايته الموت، وهذا مصير كل بني أنثى، نموت. ونسأل الله لنا ولكم العافية. داء الغفلة، الغفلة تهدر الأوقات، تهدر الأوقات، ويكبر الإنسان وهو في غفلة عن الله. اسمع القرآن، اسمع، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. انت كنت غافل، ولهذا ربي قالنا في القرآن أولئك هم الغافلون. عامي أولئك هم الغافلون، من هم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها، أولئك، الله أكبر، أولئك كالأنعام، حيوانات. وبعد قال ربي بل هم أضل من الحيوانات، وبعدين قال أولئك هم الغافلون. سبحان الله، ربي خلق إنسان وبالغفلة صار مثل الأنعام، وفي بعض الحالات أضل من الأنعام. شوف القرآن، شوف ربي شبه هذا الغافل المعرض عن دينه، عن كتابه، عن سنة نبيه، المعرض عن الطاعة والعبادة، قال شوف هو إنسان، انظر المستوى اللي ينزل له، قال مثله كمثل الكلب، الله أكبر، مثله كأهبط، هو إنسان راقي ما شاء الله، مثله كمثل الكلب. هذا في القرآن، هذا والله ما كلام شيخ راشد ولا كلام شيخ طاهر، هذا القرآن. اذهبوا إلى سورة الأعراف، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. شوف قال كالأنعام، هنا قال كالكلب، وفي الجمعات سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا. علاه؟ لأنه ترك الله وغفل عنه. كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. آية واحدة أخرى كالوحوش فما لهم عن التذكرة معرضين. شبيه معرضين عن القرآن هذا، شبيه معرضين عن الحديث. لماذا لا يصلون؟ لماذا لا يعبدون؟ علاش هم هاربين؟ أروح تسمع، خليك يا راجل، ما زالك تتامن بالجماعة، خليك يا راجل، الناس يسكن مثل القمر، وانتم ما زال تدوروا في صحيح البخاري. يا شيخ احنا قرينا البخاري ما كانش مشكلة، ويحصل لنا الشرف أن نقرأ البخاري. من مين؟ من قسورة. شكون هو قسورة؟ هو الأسد. شفت الإنسان نهار يخلي الدين ويخلي العبادة ويروح حشى وجوهكم والله يعزكم، يروح للخنز، يروح للمستنقعات النجسة، يروح للذنوب والمعاصي. شوف من ينزل، كان إنسان ما شاء الله تبارك الله وخلق ربي. جماعة احفظوا هذه الكلمة، ربي لم يخلقكم لأنفسكم. اسألني الآن، اسألني، قل لي ما خلقنيش لنفسي، لمن خلقني؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقك لعبادته، خلقك له لتعبده وتوحده وتطيعه سبحانه فيما أمر وفيما نهى. الله يهديك، أيامك معدودة والأرزاق مقسومة والآجال محدودة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. شيخ بالدارجة بالتزيرية، اللي ما فيش نفع حط في فم المدفع، ايه زيد ودفع. هذا كلام يقول ولاد البلاد،
ناس القصبة والجزائر، وانا محزم ومرزم وكذا. شيخ اللي ما فيه النفع حط في فم النفع ودفع. انت تجالس من؟ مع من نقعد انا؟ اجلس لمن؟ كان عندي والدي الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين، يقول لي يا رشيد يا وليدي الله يلاقينا ديما باللي هو خير منا. انا بابا ما يقراش، لكن اسمع هذا الكلام، يا رشيد يا وليدي ان شاء الله ربي يلقانا مع اللي هو ديما خير منا، كي نجلسوا اللي هو خير منا ينفعنا وننتفع به. انت تجلس مع واحد ما كاش نفع، تتكون لاباس عليه، تجلس معاه تتعلم منه تولي تسب الدين، تتعلم منه تولي تقول كلام فاحش، تتعلم منه تولي تعاطى المخدرات، تتعلم منه يديك الى مجالس ونزه اسماعكم عن ذكرها، مجالس لا تليق ما كاش ما. بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ الخلطة. ولهذا من الأسباب الرئيسية، السبب الرئيس في هذه المخدرات المحيط، رفقاء السوء الأشرار، يجيبك 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 وبعدين يطبعك على صدرك ويبدأ لك نهار الأول كما قال ربي خطوات الشيطان خطوة، وبعدين تولي عايش في هذا البراثين نتاع المخدرات. كاين واحد سورة في القرآن اسمها سورة الفرقان، سورة الفرقان، اسمع: ويوم يعض الظالم على يديه، يجي يوم القيامة ندامة يندم، يقول يا ليتني يا ليتني، صارت ما منفعش خلاص، يقولوا تزيرين يقول راح ترى فترة خلاص، ولا يقولوا طار الحمام خلاص انتهى الأمر. يا ليتني اتخذت الرسول خليلا، مشيت على طريق الرسول، يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، على لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الصحبة، الصحبة اللي هلك أولادنا، نتكلم أنا على روحي، ربما تقولوا اكو تشوفوا بلي الشيخ رشيد هذا يا ودي هذاك الاعلام وهذيك المواقع خرطي، لا تصدقون، صدقوني واش راني نقول لكم، انا الشيخ رشيد هذا واحد كيما انتم، وفي المجلس هذا ناس افضل بكثير من الشيخ رشيد عند ربي، والله العظيم اني اقول لكم الحقيقه. ولهذا اللي دمر الان بناتنا ودمر ابنائنا رفقاء السوء، ولاد يكونوا لاباس عليهم، وليدك ربيتو علمتو المسجد علمتو، راه خلط غير شويه برك، وليد كل واحد اخر بسبب ماذا؟ ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، على لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. لا تصاحب الا مؤمنا، لا ياكل طعامك الا تقي. شوف سورة، سورة في القرآن يقول ربي فيها آية، يقول الأخلاء، شبيهم الأخلاء هذو، يومئذ بعضهم لبعض عدو. كي نجوا عند ربي هذوك الصحاب هذو كل واحد يقول له بسببك انتايا، انت اللي جبتني هنا وسببك راهم في جهنم. الأخلاء والأصحاب، الأخلاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، كل واحد يقول له انت. أو بصح كاين أخي لا ماهمش أعداء، كاين أخي لا ماهمش أعداء، أنا اتخذت هذا الرجل خليلا أنال شفاعته يوم القيامة عند ربي، هذا يشفع لي عند ربي. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نجيب لكم واحد تفسير تاع الآية، شوف لما ربي قال يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا تحزنون، الكفار كاع فرحوا والمسلمين كاع فرحوا، بصح كمل الآية، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ما يخرجهم وهذا الكافر، الكافر الكافر، مش أنتم، أنتم مسلمين، وهذه الأرض، هذه الأرض
هذه دار الإسلام هم وحبوا يهبلون. أنا مهبول، أنا قلت لكم في المنبر أنا مهبول، ولي يسمعوا معايا وتبعوني مهابيل. هذه الدار، هذه الدار الجزائر، هذه الجزائر هي دار الإسلام، وهذو مسلمين، والعصاة منهم ما همش كفار، العصاة منهم مسلمين، من أهل القبلة مسلمين، هذه حقيقة. أنا رفضي البارح واحد تليفون بدأ يتعوج لي ويتملق لي ويدخل والمصيبة اليوم، مصيبة اليوم، شهر شهرين ثلاثة توبة قامس لحية بات خلاص، يروح مسكين ينطلقوا له الفرانات ويطيح فيها بطا وما يقدرش لعمره. قال لي قلت انت يا اللي راكو في الغربة هذيك ديار الكفر، قال لي وعلى الجزائر ديار الإسلام. يا الله أكبر، قلت له واش نكونوا احنا؟ قال لي كي الجزائر كي فرنسا قاعد ديار الكفر وقاعد يخلط لي. الله المستعان. قلت له كيف تفرق بينهما؟ قال الحكم بما انزل الله. قلت له الحكم بما انزل الله، بإمكانك أن تفصل لي هذا الموضوع، اش قال فيه أئمة التفسير أرباب التأويل، اش قال فيه الإمام الطبري، مش أنت، الإمام الطبري، ابن كثير، القرطبي، البغوي، جمال الدين القاسمي، أرباب التأويل والتفسير، ماذا يقولون في هذه الآية الكريمة؟ يا وليدي هذا الأرض أرض الإسلام، هذه ديار الإسلام، وهذا الشعب، هذا الشعب على اختلاف أحواله وأموره، هذا الشعب شعب مسلم. واللي نعتقدوه احنا، وهو الشيخ حاضر هنا، اللي نعتقدوه أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي ليسوا بكفار. واللي نعتقدوه إذا ربي أدخل، إذا ربي دخل العصاة يوم القيامة من أمة محمد، إذا دخلهم جهنم، إذا دخلهم، أنا قلنا إذا دخلهم، قلوا قال الشيخ راشد ودخلهم في جهنم، إذا دخلهم جهنم فإنهم لا يخلدون فيها، تنالهم الشفاعة، الشفاعة تنال. أنا اديت لك الوقت معليش، أه ماني زيد دقائق هذا معليش، تنالهم الشفاعة، شفاعة شكون؟ تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من جهنم، تنالهم شفاعة الملائكة فيخرجون من جهنم، تنالهم شفاعة الصالحون من عباد الله يخرجون من جهنم، تنالهم، أو في الحديث قال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، يخرجهم ربي كامل وما يبقاش في جهنم واحد قال لا إله إلا الله. ولهذا نجيب لكم تفسير واحد الآية وخلوا الدور للشيخ الطاهر. كاين واحد الآية قال ربما يود الذين كفروا، في القرآن، في القرآن، في الحجر، في الحجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا، ها، لو كانوا مسلمين. شو معنى هذه الآية؟ كاين عباد يدخلون جهنم كفار وعصاة من أمتنا، الكفار يهزؤون، يستهزؤوا، يستهزؤوا بمن؟ بالعصاة. أشوف عاصم سيقول لا إله إلا محمد رسول الله، وكي يجي رمضان يكون يشرب الشراب، يحبس الخمر 40 يوم، يعتقد هو باللي لازم يحبس الخمر 40 يوم باش يقدر يصوم ويصوم رمضان، وعنده الزكاة يخرج الزكاة وهو لا يصلي. الكفار يقول لهم اسمع، ما كنتوش تقولوا في الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله، فما اغنت عنهم هذه الكلمة، واش دارتكم هذه الكلمة؟ قلتوها وانتم في جهنم، ورب العزة يسمع هذا الكلام. ربي ياخذ هذوك العصاة، العصاة من هذه الأمة، ياخذهم ويخرجهم ويلقيهم الملائكة في نهر الحياة، يخرجهم من جهنم ويلقون في نهر الحياة، والنار كلات الجسد نتاعهم، بعد ما يلقون في ذلك النهر يخرجوا بجسم ما شاء الله تبارك الله، ويساقون إلى الجنة. يشوفوا الكفار باللي ربي بين لهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والساوي عند ربي، قال ربما يود الذين كفروا، هنا يحبوا لو كانوا مسلمين. فالإخوة كامل كيما راكم هنا، جزاكم الله خير، جيتوا وكبرتوا بينا الله يكبر شانكم، ورحبتوا بينا الله يرفع مقامكم، وصبرتوا معنا أنني قاعد وانتم راكم واقفين، وما شاء الله تبارك الله. أسأل الله
إن شاء الله رب العالمين. أسأل الله لنا ولكم التوبة والإقلاع عن المعاصي. الذين يتعاطون المخدرات ولا يبيعوها ولا يروجونها ويشهرونها، والله العظيم غرك الدور في حلقة مفرغة. كان الشيخ الألباني الله يرحمه برحمة الله حفظت من كلامه يقول مكانك تراوح، كما كنا في العسكر يقول مكانك تراوح، بائع المخدرات ولا شارب المخدرات في مكانه يتراوح، ما يدير والو. كاين واحد الوالدة تخدم على ولادها كبار في 4، ولادها تاع مخدرات، سيوفة، بومباغاز، لماس، دعاوي الشر، الجريمة. في النهار تفتح لك الباب تقول لك شوف، يغطون في سبات عظيم، راكدين موتى. وكتاش ينوضوا على السبعة تاع العشية. يما هما هذيك تعرف واش تخدم؟ فام دو ميناج. وكي يروحوا هذا راجل، هذا ما فيش، هذا راجل نهار يديوه تركب مسكينه الكار على 5 تاع الصباح وتدي السعفه وتروح تسنى دالتها باش تدخل بالوار، منين؟ متزاير حتى لباتنا في لومباز وتعاود ترجع العشيه. هذه رجولة. تعرف شكون الراجل يقول هكذا، الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. هذا هو الراجل. ثم يأتي لهذه الجبهة فيضعها في الأرض ذلا وتذللا وافتقارا بين يدي الله. هذا هو الراجل. اما اللي يشيب والديه على جال المخدرات والاجرام، يا ودي هذا يقولوا عليه راجل، لكن في حقيقه امره ما بعيد شيء بعيد. الله يفتح علي وعليكم بالتوبه النصوح. شبابنا الله يهدينا ويهديكم الصراط المستقيم. شبابنا هيا الى المعالي، هيا الى الامور الجاده. شبابنا أقبلوا على الله، شبابنا عودوا إلى رشدكم، شبابنا أتركوا ما حرم الله، وبالأخص هذه الأثى الخطيرة التي داهمتنا في شوارعنا في بيوتنا في كل مكان. هيا نترك امتثالا ونتوب إلى الباري سبحانه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكل من حضر هذا الندوة، هذه من المسؤولين، من الوالي، من رئيس الدائرة، من الأخوات هذو اللي قائمين على شؤون الشباب، من الشيخ الطاهر، من الإخوة هذو تاع الحي هنا، أنتم الكشافة كلكم الله يشكر لكم هذا السعي. أعطيتونا فرصة نوجه هذه الكلمة الطيبة لكل من يحضر الآن معنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.